الدفاع راموس وفاران، توني كروس، كازيميرو، زيدان يغير أوراقه، يعدل تشكيلته ويدخل إسكو. إسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف الأول. 1-0 كريستيانو رونالدو، 1-0 كريستيانو رونالدو. رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون. جاك اللي ما يرحمش يا بوفون، الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد. 1-0 للبلانكو ريال، كريستيانو رونالدو 1-0. شوف مارسيلو، كرة في الظهير، كرة في الجناح، يمشي إسكو بذكريات البارك في حديقة الأمراء، يلعب كرة لأميرهم، لملكهم، لزعيمهم، لزميمهم، وكريستيانو في الشبكة سادس مرة في ستة. ترجع الكرة لليوفي، ديبالا، ديبالا خطيرة، جول ديبالا، والكرة باولو ديبالا عامل حالة، باولو ديبالا يعمل حالة، وهدف التعادل يقرب للبيدية. ترجع الكرة لتورينو، اليوفي، بابيتا، ليكس يمشي، بابيتا قدم جول، فرصة كبيرة خرجها راموس. ترجع الكرة غونزالو، التاريخية انطلاقة، والكرة عن طريق دوغلاس كوستا، كوستا فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل. الأرقام في راي مازدراكينيو، يا تاريخك يا البلانكو، خطيرة وجول، التعادل اليوفي، ولكن كايلور يتصدى، كايلور نافاسي فسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل. هذا لاعب فوتسال، كرة القاعات، برتغالي مسجل 79 هدف، رقم 9 تيري أونري عنده 81 هدف، رقم 8 كرة تشيلو يلعب كرة جول، هدف التعادل يضيع، اليوفي يتواجد هجوميا، اليوفي يتواجد هجوميا. كرات بنزيما يضرب الميرانج الثاني، الله على كرة كسرت البار، العارضة كسرها كروس، كروس متهم بتكسير عارضة تورينو، هكذا غنت وقالت وصاحت قبل برشا العرضية، فرصة وتعادل يضيع. الكرة لم ترد اليوفي، الكرة ما حبتش اليوفي، شوف الكرة من ديبالا ضيعها بينوكيو، ضربت على خشمه، ضربها بأنفه. بالصفر الريال 1 كريم، كريم، رونالدو الثاني، رونالدو الثاني، رهيب ولا رهيب، رهيب برشا، حلوة برشا، يمشي ديبالا فوق الجدار، ديبالا جول، مش ممكن، مش ممكن، رفضت الشيء. جيجي بوفون فسخها مرة ثانية، كرة من كارفاخال، كارفاخال خطيرة، يا رونالدو، يا رونالدو، يا كريستيانو يا كبير، يا كريستيانو، يا رونالدو، هدف أسطوري، هدف أنطولوجي، هدف للتاريخ، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات، رونالدو أولا، رونالدو ثانيا، يا معقدهم، العب يلا، يا أسطوري يلا، يا أنطولوجي يلا، يا معذبهم يلا، يا جول يا دور يلا، هداف التاريخ، سفاح التاريخ، كريستيانو رونالدو عالمية، كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم، مش ممكن، ليس بهذه الشاكلة يغادر بوفون، رفقا وعطفا ورحمة يا دون. 2-0 عالمية، عالمية، مقصية ازدواجية للتاريخ، 2-0، شوف الفير بلاي، جمهور اليوفي صفق، زيدان يهم، 2-0، 2-0 للبرتغيز، البرتغيز طلع منهم الجيرالدو، رونالدو، رونالدو، حاول يركنها دون، حاول يركنها دون، مارسيلو يمشي، اللعبة صارت سهلة، اللعبة صارت واضحة، يمشي كريستيانو، مارسيلو، والهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث، التيكي تاكا، لوندوس، مدريدي يعانق مدريدي، والريال، الريال، 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 ملكي والريال في قمة الكبار، المارسيلو، الكريستيانو، المارسيلو، الجولاتو، الريال مدريد، التيرسيرو ديل ميرينجي، 3 بلاش.
ثلاثة بلاش، ولا واحد كان يتوقعها، ولا واحد كان يتصورها. كأنني أعلق على نهاية كارديف، كأنني في شلل الريال الدلل. ترجع الكرة لأسينسيو، أسينسيو يوسع كرة، والهدف الرابع يضيع من لوكا مودريتش. الهدف الرابع من لوكا مودريتش. فاسكيز خطيرة وفرصة كبيرة، رونالدو والهدف الرابع للعارضة، الرابع يضيع بحكم العارضة. تستأنف الكتيبة المدريدية الأحكام من أجل رباعية الحكام، ولكن الكرة بأحكامها. كرة كريستيانو، كريستيانو 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 رونالدو، كريستيانو رونالدو، وفرصة الهدف الرابع لولا بوفون. بوفون يقول له كفاية حرب. يلعب الكرة ممتازة في ظهر الدفاع، في ظهر ألكساندرو، فرصة والهدف الرابع يديره رونالدو. رونالدو ضيع هدف مؤكد محقق، ما يضيعش الأمانة. شوف الكرة وشوف الفرص وشوف السيطرة. كرة في الأروقة، مرة أخرى الأروقة المدريدية تصنع الفارق. مرة أخرى لكولوار في الريال والأظهرة في شكل آخر الثواني، آخر الكرات بين تاكور، مرة أخرى إيغوايين خطيرة والفرصة ضاعت. ولا هدف، ولا هدف. اليوفي هجوميا خلق الفرص، صنع الفرص، ولكن كان منحوس. والنتيجة رسمية والنتيجة نهائية، اليوفي يلعب نافاس وكارباخال وفاران وفايخو برشلونة أمام فريق روما. يبقى في مباراة اليوم طبعا البطاقة اللي ما بين يوفنتوس وريال مدريد، وهجمة وخدارة والكرة العالية، وممكن هدف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، السيدة العجوز الكرة الإيطالية في كل مرة تفرض نفسها وبقوة، وماريو مانزوكيتش يسجل كما سجل في نهائي العام الماضي بعد مرور مفيش طلقة. ودي أمامنا المتابعة، وكذلك أيضا اللاعب كوفاسيتش اللي بيجلس أيضا في دكة المدافع. فران والخبرة، ودي انطلاقة عدة حلوة أوي دوغلاس، هل يكون الهدف الثاني في هذا الوقت؟ الكرة من دوغلاس العرضية، المتابعة، مانزوكيتش ضيع فرصة، ضيع فرصة مانزوكيتش، مش ممكن مش ممكن هذه الكرة، سهولة الاختراق. ويتألق المباراة دي نواس ومانزوكيتش بالألفية في الميلينيوم في ويلز في نهائي العام الماضي. كريستيانو رونالدو، ودي استلام على طول، مودريتش وتمريرة والتعادل، يضيع جاريث بيل بالكعب بالكعب. فرصة حلوة، لقاء مثير، لقاء في منتهى الروعة، وكرة ومحاولة هنا من جانب النادي الملكي أمامنا. أدي كريستيانو رونالدو، كعب حلوة قوي المودريتش، التمريرة لجاريث بيل، وكرة يتوغل من خلالها وبكعبه، لكن يا على الكرة يا على الحظ. 10-1-4، وأدي كرة التعادل. مودريتش لتوني كروس، عودة النادي الملكي، عودة كريستيانو رونالدو، رونالدو رونالدو ومحاولة المرور، عدى رونالدو في راية في راية وفي تسلل، في راية وفي تسلل. إيسكو، إيسكو في وضعية تسلل، هدف ملغي بعد 13 دقيقة. كريستيانو رونالدو في كل مرة في كل لقطة، أنا أتحدث عن كريستيانو رونالدو اللي دائما وأبش تزني وكوادرادو وماركيزيو وأساموا وأيضا روجاني. وهنا فرصة وكرة العرضية الخطيرة، كاد كارباخال، كاد كارباخال أن يسجل في هذه اللقطة. شوف أميو مانزوكيتش يلعب كرة على طول في اتجاه ماتويدي، المرة دي التغطية الدفاعية، كاسيميرو الكرة الثانية هنا من خضيرة لكن إلى خارج الملعب، روعة روعة الكرة الماضية الحقيقة من سامي خضيرة في هذه اللقطة. 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، يضع هذه الهجمات المرتدة. ومانزوكيتش اللي ضيع كتير في لقاء اليوم، أدي مارسيلو خطير بشماله، شماله 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 شماله، رايحة زي الطلقة، رايحة زي الطلقة. أمامنا هو مارسيلو في مكان كان يلعب فيه النجم الكبير روبرتو كارلوس، واحد من رموز هذا المكان ومن رموز النادي الملكي ومارسيل مع اليوفنتوس. أدي أمامنا كريستيانو رونالدو، رونالدو تمريرة، إيسكو إيسكو إيسكو، السلام. يا سلام يا بوفون يا بوفون، يا أسطورة يا أسطورة، أسطورة حراس المرمى في كل الأزمنة، النجم الكبير هنا في هذه اللقطة يحمي عرين مرمى اليوفنتوس، يحمي عرين السيدة العجوز. شوف أمامنا هنا تمريرة حلوة قوي من رونالدو، وادي أمامنا مهدي بن عطية اللي كان يعني لعبوا من خلالها وخسروا من خلالها، كانوا في المجموعات في لقاءات دوري الأبطال. دي شخصية البطل، شخصية البطل مانزوكيتش، تلاكيت تاني مرة في هذه الكرة وهذه اللقطة
بص شوف مانزوكيتش اللي بيسجل هنا في هذا التوقيت. اي سيناريو، اي روعة، اي متعة، اي صدمة هنا في مدرجات سانتياغو برنابيو. الكرواتي مانزوكيتش، بص شوف مانزوكيتش، شوف العرضية لشتاينر على موعد، خرج ديتشيليو عشان يأتي لشتاينر بهذه الكرة، ومانزوكيتش يتغلب في هذه اللقطة على كارباخال القصير في غياب راموس. دفاع الملكي في خبر كان، وهنا هدف تاني حتى الآن. مانزوكيرا ومانزوكيتش برأسية من صناعة لشتاينر في الدقيقة كام؟ ودي واحدة هنا من جانب فران، ترتطم الكرة في العرض، كرة تقليص النتيجة، لكن تضيع اليوفنتوس محظوظا في هذه الكرة، لأن الريال كان ممكن يسجل لولا العرضة اللي ردت الكرة. أحد نجوم الشوط الأول ريال مدريد تاني، واللي بيدافع وهيعتمد على المرتدات، واحدة من رونالدو، واحدة على اليوفنتوس يا كريستيانو. الترجيح، لكن حتى الآن يوفنتوس لا يكتفي بهذا الضغط، بل يأتي هنا إيجوايين بفرصة وهدف التقليص النتيجة، لكن هناك راية وتسلل. إيجوايين كان ممكن، أوي جونزالو إيجوايين يسجل في مرمى ناديه القديم ويسجل هدف الأوروبي السادس هذا الموسم. بص شوف أمامنا هنا، 361 تمريرة مقابل 222 تمريرة، كرة من اللاعب الخطير دوغلا. ماتويدي في هذه اللقطة يعادل، وأي معادلة وأي عودة وأي روعة في هذه اللقطة. هي ليست مباراة الريال، هو يوم اليوفنتوس اللي بيعود ومن بعيد، وزيدان، ويأتي ماتويدي بهدف تخليص الفارق والمساواة. والمساواة هنا، بص شوف دوغلاس، وادي جونزالو إيجوايين، وادي نقطة الضعف حتى أنت كيلور نافاس. الهدف اللي من خطأ قاتل في هذه اللقطة تسقط من إيد كيلور نافاس، يسقط الريال في أخطاء فادحة. يأتي هنا في الدقيقة واحدة للوصول لنصف النهائي، اللي بيحاول، وادي الكرة تغير اتجاهه. رونالدو في اللقطة الماضية في محاولة وصوله إلى هدف العودة. موجود على فكرة في الإف إيه كاب التعديلات اللي بتتم في دوري الأبطال، وكاد أن يسجل، اليوفي عن طريق خضيرة، وكاد أن ينهي الأمور ويحسم ويعادل النتيجة. ودي أمامنا كرة على طول من إيسكو لفاران، وكادت أن تكون كرة العودة، كرة التأهل. وفاران، أي حظ يعاني منه ريال مدريد في مباراة اليوم، أي حظ، أي عند من يا كارفاخال الرأسية جدون. كريستيانو رونالدو هنا في اللقطة، مرت الكرة من شتاينر، وكريستيانو رونالدو يضيع فرصة إحراز الهدف. هدف اللي بيسعى للقب الثالث على التوالي، رونالدو هو ركلة الجزاء مايكل أوليفر، قاسية الكرة في أحكامها جدا، وركلة الجزاء في هذه اللقطة مايكل أوليفر. كريستيانو رونالدو يصنع، وتأتي كرة إلى لوكاس فاسكيز، واليوفنتوس اللي سعى إلى هدفه وسعى، وبطاقة حمراء هنا في هذه الكرة وهذه اللحظة. وأمامنا هو الطرد، والنادي الملكي ملك الزمان مسجل الاجوان من الارض والجو، من ركلات، من ضربات راس. هو كريستيانو رونالدو، هو ملك هذا الزمان، كريستيانو رونالدو. الريال في اسوأ حالاته، ولكن الدون كريستيانو رونالدو يترجم ركلة الجزاء عشان يخرج فريق اليوفنتوس بهذه النهاية الدرامية، بعد طرد بوفون وبعد ركلة الجزاء. ويأتي الانتصار الصعب في مباراة اليوم ليوفنتوس، لكن انتصار 3-1 لا يكفي.